تستمر أعمال ملتقى الكويت الثاني للاستثمار بمشاركات كثيفة من المختصين في مجالات جذب المستثمر الأجنبي والتسهيلات المقدمة في قطاعات حيوية للاستثمار وكيفية العمل على تدريب الكوادر الشبابية الكويتية. أمس كنا بشكل واضح وصريح، ما نحتاجه ليس فقط رؤوس أموال، نحتاج هي شراكات حقيقية، تطور، نقل تكنولوجيا مختلفة، تدريب أبنائنا، تدريب إخواننا. هذا وجود هذه الشركات لها أكثر من هدف، هدف اقتصادي، هدف أمني، أيضا هدف تطوير. الكويت لله الحمد تتمتع بكثير من المميزات التنافسية اللي نعتقد يعني نادر ما تلاقيها ممكن بكثير من دول المختلفة. الخطة التنموية للدولة ورؤية عام 2035 هدف من أهداف مثل هذه الملتقيات الفاعلة، والتي متى ما تم السير على الخطط الموضوعة لها فإن تحقيق الأهداف تبقى مسألة وقت فقط. إذا نجحنا في أنه نواصل العمل لتحقيق الأهداف اللي موضوعة بالخطة، يعني الخطة طموحة وفيها أهداف، فيها خطوات، فيها آليات وفيها سياسات، لكن يجب أن نواصل العمل لبلوغ هذه الأهداف. الدعم اللي يحظى فيه المؤتمر من القيادة السياسية ومن الحكومة الكويتية، وهو دفعة إلى الأمام فيما يخص تشجيع الاستثمارات المباشرة في الكويت، ومثل ما تفضلنا يعني وقلنا أنها هي حقبة جديدة تدخل في المستقبل الكويتي القريب إن شاء الله. سعي جاد من الدولة لجعل الكويت قبلة للاستثمار الإقليمي في قادم السنين تتطلب عملا دؤوبا وجهد مضاعف لبلوغ هذه المرحلة الهامة في بناء كويت اقتصادية استثمارية جديدة. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.